عملت لك الكيك اللي بتحبه بالبندق واللوز. شكرا. يلا مشان شربك الدواء. راح يصير وزني 1000 كيلو. انت بتلبق لك الصحة. بس لا، اوعي يزيد وزنك. بابا والماما وسهيلة بكفوا، لأنه إذا أنت سمنت المطبخ ما عاد يسعنا. لا تاكلي هم، أنا ما رح أرجع لهنيك. أف بشير، لا تحكي هيك. اختنقت، خلينا نتمشى شوي. ما بصير، الجو مثل التلج. مليت وأنا قاعد هون بين 4 حيطان. بسيطة، بس يصير الجو حلو بنطلع نتمشى قد ما بدك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا هات صوت نهاد. أنعام خانم راحت من الصباح على الشركة. اجوا العرسان. اه، في كم غرض بالسيارة مشان بشير. إذا بتريد عمو ممكن تجيب لنا ياهم؟ طبعا نهال خانم، فورا. مين؟ رفيق من الكلية. فوت يلا بالحايك. ألو مهند، هذا الواطع عم يلعب معنا. شو صار؟ لك هذا عم يتمسخر علينا؟ طلع بيعرف شغلات كتير. حبيبتي اهدي شوي، قلي لي شو صار. قايل له لعدنان دور على الغرامة المرورية تبع مرته، وهلأ إجاني ظرف بعت لي صورة عن وصل العقوبة. شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت مهند، الموضوع زاد عن حده كتير. لازم نساوي شي بسرعة. من وين جاب الوصل؟ ما بعرف ما بعرف. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. إجينا مشان نشوفك. شكرا. الحمد لله. أكيد جميلة دايرة بال عليك، مبين هالشي من وشك. لسا مبارح اجيت، يعني صار لي يومين. تفضلي، شو عم تستني نعزمك مثل الضيوف؟ رح صبلك شاي وفي كيك كمان. هدول من يلي بيحبهم بشير. رح صبلك كاسة شاي. أنا رح شوف مهند. لو تشوفي كيف عم يتطلع فيني كأنه عم يتحداني. الله ياخده، أكيد هو اللي خبر حلمي. الله ياخدهم هن اثنين. شو بدي ساوي معه؟ أصلاً أنا مو طايق شوفه. ماشي، خلينا نقول انه بشير سمع مكالمة انعام خانم ووصل له اياها. طيب من وين لقى الوصل وعطاياه؟ اه مهند، يلا تعال. انا مضطر سكر. مهند دقيقة لا تسكر. اجتني هان، بعدين بنحكي. ليش سكرت الخط؟ كان فيك انك تحكي جوا. ما في شي مهم. ادفع هاد وبعدين بتجيب السيارة من الحجز. بتأمري خانة. لا تحكي شي لحدا ولا كلمة، مفهوم؟ لا تاكلي هم. اذا سمعت شي رح ألعب فوق. تكرمي. مبين عليه انه متحسن مو هيك؟ اي والله بشير، طبت بسرعه، برافو.
ليش ما رديت؟ قادر فيه، مو حابب احكي معه. عدنان بيك قال انه رح يشارك بالاجتماع يا آنسة، شو صار؟ اجا شي حدا لعنده؟ عدنان بيك طلع لبرا يا خانم. طلع؟ لوين راح؟ والله ما قال لي يا خانم، بس حسب ما شفته كان مستعجل كتير. طيب. أعطيني جاكيتي الأسود والكندر السوداء والشنطة السوداء. شو طالعة لبرا؟ بدي أنزل على السوق وبعدين رح مر لعند بيسان. منيح. تفضلي يا خانم. ماشي، حطيهم هون واطلعي. شوفي سعيد. شو؟ بعتقد سعيد زلمته لحلمي، هو يلي عم بيوصله كل أخبارنا. من وين عرفتي؟ هيك استنتجت لما كانت إنعام خانم عم تحكي بالتليفون، كان هو بالمزرعة ووصل بشير، يمكن يكون سمع الحديث وقال له. الواطي مبارح هو اللي وصلنا على المشفى، وطالما ولا واحد منا خبره لحلمي أفندي، معناها من وين سمع واتصل بنهاد فورا؟ قديش وحقير. حلمي بيكي بيعرف كل شي عم بيصير بالبيت، أكيد سعيد هو اللي عم بيوصله كل أخبارنا. والله معك حق، ما في غير هو. أنا رح أعرف أتصرف معه. استني، لا تتصرفي من عندك وتغلطي، تأكدي بالأول بعدين. سعيد شو بيعرف عن مشكلتك؟ لا تبلشي ماما. مشكلت شو؟ طيب قلي لي هلأ، هو بيعرف شي ما لازم يعرفه؟ لا. ديري بالك منيح، لا تتصرفي أي تصرف. إذا هالشي ما بيطلع صحيح بتكوني كشفتي حالك بإيدك. انتبهي، تأكدي وبعدين تصرفي. أنت عملتيهم لهدول؟ إيه طيبين؟ يسلم إيديكي. بشير كتير بيحبون. هالشاب كتير محظوظ. ماما شو بعتت لنا؟ كلهم بالشنطة، بس تفضيها أعطيني إياها مشان أخذها معي. طيب. مراد تضايق لأنه ما أجا، كتير مشتاق لك. وأنا اشتقت له. جبت لك معي شوية كتب. مهند جبت الكيس اللي كان بصندوق السيارة؟ لا، بس أنت حطيته. يلا حبيبي خدي لشوف، طالما بتعرفي وين هو. يعني قصدك روح أنا؟ يلا لشوف. عم تتعاون مع حلمي أونال ما هيك؟ شو؟
لا تغشم حالك، انت زلمته لهداك الوقت. انت شو عم تحكي؟ ليش هيك سويت يا بشير؟